اقول لك روحنا راحت روحنا راحت ورا بنتنا دي. طب يا عم تك ايه؟ طيب سيبها لينا. تعالى قولي يا عم علي مش عايز بنت. قال يا ما نرهان بترجع والسيد اللي مش عنده ده سابها ومشي. بتقولي ايه يا مرتنا؟ جت والله راحت تجيب الشوك البنت لقت اختها بترجع وماسكه في الامان عماد بص فيها. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته محترمين اليوتيوب. هنتكلم عن قضية نورهان، لكن مش نورهان بورسعيد، لا نورهان بمحافظة الشرقية وتحديدا مركز ومدينة فؤوس في قرية اسمها أكياد البحرية. ايه اللي حصل ما بين الخطيب وخطيبته؟ يمكن نقول كمان زوجته، لانه كان كاتب الكتاب وابوها ودى العزال اللي هو فرش العروسة قبل مقتل نورهان ب 24 ساعة. السيد اللي عنده 21 سنة لما تقدم لنورهان يا سادة كان خاطب بنت قبل ما يخطب نورهان واسمها ياسمين، لكن الأقدار كانت واقفة لهم بالمرصاد وانفصلوا الاتنين. يمكن هنقول لحضراتكم ايه الخطوات وايه مقتضيات القضية اللي شغلت الناس كلها في محافظة الشرقية، مقتل عروسة او خطيبة السيد نورهان اللي عندها 18 سنة. يمكن مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت في القضية دي، لكن احنا جايبين لكم الكواليس الحقيقية اللي أدت وأودت بحياة نورهان اللي عندها 18 سنة، وإيه كمان سبب القضية وإيه التهديد اللي جه لنورهان بالقتل من خطيبة السيد القديمة اللي اسمها ياسمين. احنا عارفين ان اي زواج في اي بيت ولا في اي اسرة بتكون فرحة عارمة في جميع الاهالي وفي الشارع وفي المنطقة كلها، ويمكن كمان بتبقى فرحتنا بزواج البنت وسترتها وعفتها يفوق الاضعاف عن زواج الولد. نورهان عندها 18 سنة بتتمتع بسيرة طيبة، لكن الغيرة موجودة عند اي حد يا سيد، حتى لو الزوجة اتطلقت بتغير برضو على زوجها. طب ايه اللي حصل في القضية اللي شغلت الناس كلها، وازاي ان خطيبها قدر انه يحط لها السم في العصير وتشربه وتتوفى في نفس اليوم؟ نورهان عندها 18 سنة، اتقدم لها السيد اللي عنده 21 سنة، والأسرة كانت عارفة ان السيد خاطب ياسمين قبل ما يخطب نورهان، لكن اللي ظهر ان كان مفيش وفاء ما بينه ومفيش نصيب ما بين السيد اللي عنده 21 سنة وياسمين الخطيبة الأولانية. خلاص تم التقديم للعروسة وتم الموافقة وتم تحديد الفرح وتم حجز الكوافير وعملوا الكحك والبسكوت، وكمان الأب وأسرة نورهان فرحانين أخذوا العزال بتاع نورهان اللي هو التلاجة والبوتاجاز والمراتب والحاجات دي كلها ووصلوها لحد بيت العريس، وباقي على الزفاف يومين علشان ينهي حياة نورهان. طب ايه اللي حصل يوم الواقع؟ يوم الواقع ان السيد اتصل قبل وقفة العيد الاضحى بساعات، خلاص صبح تاني يوم العيد، فاتصل على الحاج علي اللي هو والد نورهان وقال له يا ابويا الحاج انا جاي افطر عندكم بكرة. فطبعا كان كاتب كتاب بنته، فاكيد ليه الحق انه يدخل ويخرج كمان ويقعد معاها لوحدها. هنا مفيش اي بشاير بتدل ان السيد كاره نورهان، لكن كان في مشاكل وكان في خلافات قبل الجريمة ما بين السيد ونورهان. طب نقول لحضراتكم الخلافات اللي كانت ما بين نورهان وما بين السيد عشان نمشي في القضية خطوة بخطوة. طبعا السيد لما ترك او فسخ خطوبته بياسمين وخطب نورهان، هنا الدنيا كانت ماشية على ما يرام، لكن هنا كانت دايما ياسمين وراء السيد وكان في علاقة ما بين الاتنين، تواصل ومقابلات. وهنا اتصلت مرة من المرات ياسمين اللي هي الخطيبة الأولانية للسيد على السيد، والسيد موجود في بيت نورهان، وكان كمان السيد قاعد مع والد ووالدة ونورهان نفسها. فطبعا الرقم السيد رد عليه، حب ان هو يعني يلغوش بالكلام ويكلمه على اساس ان هو واحد صاحبه وانا عند خطيبتي، لكن هنا نورهان كان سمعها كويس قوي. نورهان كانت مركزة مع المكالمة لأنها كانت بتحب السيد، واللي بيحب حد بيهتم بيه. هنا نورهان كان عندها الفضول، مين دي اللي بتكلمك؟ قال لا لا ده واحد صاحبي. قالت له لا ده واحدة صاحبتك. هنا الأب والأم حاولوا أنهم يتدخلوا ما بين نورهان والسيد ويفضوا النقاش، واحد ولا واحدة مش هتفرق يا بنتي. هنا نورهان أصرت أنها تاخد رقم التليفون اللي اتصل على السيد في التو واللحظة. أخذت رقم التليفون واتصلت بيه، لأن نورهان والسيد وياسمين من قرية واحدة. أخذت الرقم واتصلت علشان تفاجأ إن ياسمين اللي بترد عليها، بتقول لها أنت مين؟ قالت لها أنا ياسمين.
وانت بتتصل ليه بخطيبي ياسمين؟ قالت لا اوعى تفكر ان هو خطيبك ده، احنا بنحب بعض وبنتواصل مع بعض، وانا عايزك تبعدي، وانا عايزاكي لازم تبعدي عن السيد لاننا احنا هنتجوز، ولو ما بعدتيش عن السيد انا هقتلك. طبعا المكالمه نزلت على نورهان كالصاعقه من السماء، فكرت انها بتهزر وغيره قديمه، لكننا دبت المشاكل ما بين نورهان وما بين السيد. حاول الاب والام ان هم يحلوها، لكن انتهت الموضوع ان هما الاثنين زعلانين من بعض. دي كانت قبل عقد القران او قبل الخطوبه، لكن المشكله دي اتحلت، وكمان تم عقد القران اللي هو كتب الكتاب ما بين نورهان وما بين السيد. تفوت الايام لحد ما جه يوم الوقفه، وقفه عيد الاضحى، لما السيد اتصل على عمه علي اللي هو حماه بعد ما العزال وانكتب الكتاب كمان، والعزال راح لبيت الزوجيه او شقه الزوجيه لنورهان والسيد. هنا طبعا السيد اللي عنده 21 سنه اتصل على والد نورهان وقال له انا جاي افطر معاكم بكره، قال له ما فيش مشكله تنورنا. فهنا طبعا الوقت كان ازف، يوم العيد حتى الاب من فرحته ببنته يوم العيد نازل يشتري ليها بعض النواقص او المستلزمات للشقه بتاعتها. يوم العيد جه السيد بدري، لكن الاب كان رحل لمدينه فاقوس عشان يشتري بعض الحاجات اللي ناقصه بنته. هنا اللي كان متواجد في البيت اخوات نورهان ووالدتها، الاب ما كانش موجود. السيد حضر فطر، وهنا طلب ان هو يشرب عصير من ايد نورهان، وجابت له العصير، قال لها لا تعالي اما نشربه في البلكونه. هنا طبعا الاثنين ده مراته، يعني كاتب كتابه عليها، يعني مفيش حد يتكلم بكلمه او يتلسن بحرف. هنا السيد ونورهان طلعوا لبلكونه بيتهم، وهنا السيد تحجج وقال لها يا نورهان هاتي الشاحن، اشحن الموبايل. قالت له طيب مفيش مشكله، هات الموبايل اما اشحنه لك جوه. قال لها لا ده في هنا مفتاح كهرباء في البلكونه بالصدفه اشحنه لحد ايه ما اجي ماشي. فطبعا نورهان ده جوزها وخطيبها، دخلت جابت الشاحن وجت، وكانوا كوبايتين العصير محطوطين على سور البلكونه. هنا طبعا قدر السيد بالماده المسممه او بالمخدر شديد المفعول انه يحط السم داخل كوب العصير بتاع نورهان. خرجت نورهان بالشاحن بتاعها علشان تديله للسيد. السيد ترك كوبايه نورهان في جنب واخد الكوبايه بتاعته وشربها بسرعه، فاستغربت نورهان وقالت له انت شربت كوبايتك بسرعه هجيب لك تاني. قال لها اصل انا كنت عطشان قوي. وهنا قال لها مفيش مشكله اشرب كوبايتك وبعدين بعد شويه نشرب تاني مع بعضنا. وهنا كانت الفجعه الكبيره. هنا السيد بعد ما فطر وشرب عروسته العصير بالسم، استأذن بعدها بساعه لان كان المفعول لسه ما اشتغلش، لكن بعد ساعات قليله وقبل ابوها ما يوصل من مدينه فاقوس وهو بيشتري لها الحاجات والاحتياجات والمحتاجات بتاعتها اللي هتشرفه قدام نسايبه الجدد، لقى بنته بتتلوى من الالم والصراع اللي داخل بطنها علشان ياخدوها ويطلعوا بيها في اول ايام عيد الاضحى لاقرب مستشفى، لكنها كانت فرقت الحياه. نورهان ماتت بسبب انسان ما عنده ضمير ولا عنده قلب ولا عنده عادات ولا عنده تقاليد. مش عاجباك عاوز تسيبها حتى بعد ما كتبت كتابك عليها، مفيش اي مشكلة ان انت تطلقها، وزي ما دخلته بالمعروف تخرج بالمعروف. ما ينفعش ان انت تكون خاطب بنت الناس ومتعلق قلبك بانسانة تانية. طبعا من خلال ابلاغ اهالي المجني عليها نورهان للجهات المعنيه ورجال الشرطه اللي حضروا في التو واللحظه في قلب مستشفى مركز ومدينه فاقوس العام، اللي هنا اخذوا بداوا ان هم ياخدوا الاقوال والتحريات ونصب الاكمنه لحد ما تم القبض على الخطيب، وما زالت القضيه جاريه بمقتضياتها. هنتابع القضيه لحضراتكم، لكن معانا ماتيريال ان احنا نقول لحضراتكم عليه وتشوفوه معانا على لسان الام الموجوعه، يعني هتشوفوا منظر صعب جدا. الاب جاهز، احنا طبعا عندنا في الارياف يا جماعه لما بتيجي عروسه تتجوز بنعمل لها العيش والخبز يعني والقرص والحاجات الباتيه والحاجات دي كلها. الاب والام يمكن في صراع مع انفسهم، تعبانين قوي، عندهم وجع كبير جدا بعد ما كانوا فرحانين ان هم هيودوا بنتهم بعد 24 ساعه عروسه،
ودوها للقبر عروسة برضو بالفستان الأبيض. مش هنطول على حراكم في مقتضيات القضية، وتعالوا أما نشوف إحنا محضر لكم ماتيريال إيه. لكن فضلا وليس أمرا بنطلب من حراكم الدعاء بالرحمة لنورهان أصغر عروسة في محافظة الشرقية، وإن ربنا يلهم أهلها وإخواتها وقرايبها كلهم الصبر والسلوان. رحم الله نورهان، وتعالوا اما نشوف الماتيريال، وما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس، لأن الشرف كبير جدا ليا وتاج على راسي ان حضرتك او حضرتك تكونوا من ضمن اهل اصل الحكايه. يلا بينا. في منزل اسره نورهان علي حسن. نورهان رحمه الله عليها كانت مخطوبه ومكتوب كتابها وبتستعد لاتمام حفل زفافها، لكن يعني زي ما بيقولوا عصير غامض انهى حياتها. في تفاصيل كتير هنعرفها من اسرتها، بنقدم لهم خالص التعازي، ربنا يرحمها برحمته الواسعه. معنا طبعا والدتها. عايزين بس حضرتك تعرفينا بنفسك وتقولي لنا ايه اللي حصل. يعني والدة نورهان اللي حصل هي عايشه ازاي مع بطل البلد؟ عايشه عليها وها فرحانه بعريسها، فرحانه بفرحها، وعماله جاز لفرحها وجاز لحياتها. وهي مثلا الزفر بتاع تلاجتها لفرحها، وعامله قعدت معانا وغسل، عامله كل حاجه ليها. هي يوم الوقفة العيد الكبير جت راحت هدومي عند الخياطه، قلت لها ماشي راحت هدومي عند الخياطه، هي طبقتهم في الشنطه عملتهم، وراحت دعت اصحابها لما معهم في المدرسه. واخر النهار انا خدت خالتها وابوها، ورحنا نجيب العشاء بتاعها من فجوس. يعني هي يوم الوقفه كانت استعدت خلاص. خلاص محيطها الصبح يوم العيد، محيطها لان يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد استعدت طبعا. دعت اصحابها ودعت الكل. الوقفه الكبيره كانت فرحانه طبعا، وعمال نمسح في البيت ونغسل طلبه الليل، ليله الوقفه الكبيره في الليل ويوم الوقفه الصغيره يعني. ومبسوطه ما فيش اي حاجه، وفرحانه بفرحها ومبسوطه. تقول لي يا ماما لسه ما عادش معاكي غير يومين اثنين، باجي معاكي يومين اثنين بس معاكي يا ماما، بعد كده اروح بتاع عريسي. قلت لها يا ام ربنا يسعدك يا رب. المهم رحنا نجيب الحاجه بتاعتها من فجوس، واتصلت علينا فجوس قالت خطيب جاي يفطر معانا، هات لها حاجات معاك يا بابا. قال لها ماشي يا بابا، ابوها جاب حاجات معانا من فجوس ليها يعني، واكل وحاجات من دي كده يعني. وهي كانت عامله واكل برده هنا، هي عامله واكل هنا. جت اتصلت عليها تاني، يا ابو انت فين يا بابا؟ انا السيدي جا قال لها خلاص يا بابا خشينا عليك هنا. كنا احنا ساعتها ممزقين السحاره هنا، جينا تحبسات. اتصلت عليها تاني، يا ابو السيدي قال لها حاضر يا بابا. هي كانت صايمه، انت كنت صايمه؟ كل البيت كله كان صايم، بيتنا كله كان صايم. حد بيجيب الاكل من فوق؟ بنجيب عشاها، عشاها نحط في الثلاجه، وعشان شقتها هي وحياتها. يعني عشا العروسه، عشا العروسه، العروسه. فالمهم احنا اتصلت علي، جت تاني انت فين يا ابو السيدي؟ قال لها خلاص يا ابو انا اتخشت عليك اهو، حط الفطور يا زهره. نجي رجعنا حط الفطور هنا، واخوها قاعد وهو قاعد معاه. اتصلت عليك قالت لكم ان هو السيد اتبع، السيد ضرب عليا قال لي جاي ده الكام ده قبل المغرب ساعه. رجعت بعد المغرب جت السيدي جاوبها انت فين يا ابو؟ قال لها انا خلاص خشت عليك يا نور، هنحط العشاء يا ابو. تمام، حط الفطور. جينا رجعنا حط الفطور هنا، واخوها قاعد معاه، وهو قاعد اخوها الكبير، وهو قاعد هنا معانا ما فيش اي حاجه. وجينا خشينا عليه سلمنا عليه، وخشينا غسلنا وفطرنا. هو قاعد مش عريس اصلا، ولا قاعد عريس، ولا قاعد تروح الصيام اصلا، عم يدغدغ في الوكل ويلعب في الوكل بمعلقه كده. مش انا بقول له ايه يا ماما تاكل انت يعني، ده انت ابني وعريس وجوز بنتي يعتبر، وخلاص يا ايه يا سيد مالك يعني. كل برضه المعزه بتاعتك يعني معزه واحد. والله بقى قلت له انت ابن الرابع، ونسيبه عمال يطبطب على ظهره، وحطينا حطه بينه وبين ابني. هو قاعد هنا، وهو قاعد في الحته دي، وابني قاعد ناحيتك، وانا قاعد ناحيه دي كده، وبفطر معانا، وهي عماله تخدم علينا، جبنا الحياه وتفضل تخدم علينا واخواتها. المهم غسل كل كده، مش اكل واحد صايم اصلا يعني، اكل خفيف كده كبير. وعلي كل سنه اصلا يا ماما شبعان، والله ما انت عارفه صايم بقى يا ماما مش عارفه ايه. عايزه اغسل، قلت له خش غسل يا ماما. قام قال لها هغسل في الحمام الثاني. قلت له ماشي يا ماما. هي راحت غسل في الحمام الثاني، هي راحت نضب الفوطه، راحت نضب الفوطه هي يعني لحته الفوطه. وغسل ويجي عليا بعد اذنك يا عم علي، عايز نورهان تقعد معايا 5 دقايق عشان خاطر ايه الحياه اللي بكره راتب حياتنا، بكره حنتنا. هو طلب ان هي تقعد معاها 5 دقايق عشان بكره اشوف طلباتها ايه وكده يعني. فبابا قال طب انا قلت له طب انا السادس ان نورهان ما فطرتش، انت عارف نورهان ما فطرتش، معلش معلش نورهان صايم. قام قال ده ماما 5 دقايق يا ماما عشان بدي اروح ادعي عمامي وولد عمامي واشوف جدي عيان وبكره الحنه. ايه بقى يا ماما؟ قام بابا دايما كان بيقول لك يا ماما. بقول لي يا ماما اهو. قام بابا قال لها طب روحي يا نورهان معايا، روحي يا ماما. راحت ما فيش حاجه، راحت جايه اخذت كوبايه عصير من الحته دي، كنا حاطين عصير كله هنا كده، راحت شالت كوبايه عصير وراحت على هناك. حب احنا بقى قال ما نجي من فاجوس، كان مدي اختها الكبيره تحط التليفون على الشاحن جوه، شوف هنا كم فيشه، وروح المندره شوف فيها كم فيشه، وفي البرنده فيها كم فيشه. هو طلب الايه؟ جاب شحنه معاه، جاب شحنه معاه، جاب شحن تليفونه معاه، اول مره يجيب شحن تليفونه معاه، اول مره. المهم خدها، خد كوبايه العصير وودتها له. اختها راحت تفضي الصينيه،
لقيته عم يضحكوا هما اتنين سوا ومفيش اي حاجه، ورجع التاني برضه بيضحكوا هما اتنين سوا ومفيش اي حاجه، عم تقول له اقعد يا سيد انا يفشلك، اقعد يا سيد، قالها وقف على جزمه مش قاعد، واقف ويوقف نده مستعجل، اه واقف اه. حتى اخوها دي بيساله بيقول دي حرقه عريس يا سيد، بيقول اني كنت لسه حلقه جاي عليك قدام، قال لي دي حرقه عريس يا سيد. ايه يا عمر؟ قال دي مش حرقه عريس يا سيد. المهم ايه، هي اخت قعدت معانا هنا، راحت هي خش جابت التليفون بتاعه من الشحن، هي بعد كده مش نور، هي بعد كده مش بتهش الا بعدها بشويه، ساعه نص ساعه ممكن يكون نص ساعه، عشان هو يعني احنا خدناها ومشينا قبل العشاء ما تقدم، خدها ومشي وراحت هي خدت التليفون وراحت على المنظره. الا بعدها بشويه راح رجع عليه تاني، بعدها بشويه المهم انه قلت له انه روح افطر. هي كل مره بتروح تودعه وتوصل لحد الباب يعني عريس، المره دي ما هاتش وراه، هي ما هاتش وراه، لا هو اللي جا نفسه بس. فهو بيقول لي يا ماما اني قلت له نروح افطري بقى، روحوا نفطري يا ماما. ماشي خلي النهار تيجي ورايا، خلي تقعد تفطر بقى. عشان احنا استمعنا ان هي ايه؟ قلت له انه هروح افطري. يعني شوف اختك فين يا ابني. اه فقلت والله يا ماما ما انت ماشي، ده عمك عايز يعمل لك البطيخ وسجعت لك في الفريزر، والله ما انت ماشي تاكل بطيخ. قام قال لها لا يا ماما لا لا انا شبعانه، انا شبعانه. وراح نزل هنا، فعمو علي اختها راحت تجيب الشوك، قلت لها هات الشوك بسرعه يا ماما، شوك على اختك ياخد ريحه البطيخ ويعمل معتيه. راحت لقيتها عماله ترجع وماسكه الليمون عماله تمص فيها، بيقول لها بسرعه يا مرنا هاتي لي حبه شاي من مامتي وهاتي لي عود نعناع، اخذت لها عود نعناع من هنا من تحت السجره من هنا وديته لها. هو راح نازل من هنا وراح لافف لها من الطرقه عليها، ففجاه ابو اختها اختها الصغيره خوف خرحها على جنب، قال لها مش متك افطري، مش متك افطري. وراح طالع جاي جاني وراح ناكل مخرب وتوكل على الله. اختها راحت تجري عليا، اختها جت تجري عليا بتقول لها يا ماما نورها وقع في الارض مش هتتحرك مكانها خالص، عماله ترجع. رحت جيت قامت لها يا ماما من هادين يا ماما بطني بتتقطع يا ماما، بطني بتتقطع يا ماما، وتعمل خلاص نصها تحتني جيت ميت متلج متلج من بعد العصير. اه ما عادش اداها عصير، بتقول يا ماما ده ما نعرفش اداها ايه اصلا، لقينا كوبات عصير في الحوض اصلا، هو اللي خد لنا كوبات عصير، احنا مش عارفين اداها ايه. هو هي لا تتكلمت اصلا، ما مش قادره تتكلم، احنا خدناها ميته، هو ده قاعد محل ميه بتوكلت على الله خلاص. الباشا فاهم فوق راسه. انت مش كنت مستغربه ان هو مستعجل كده في لا والله يا. لا والله لا والله هو عادي، قال انا عاوز عشان ادعي بكره حنتي يا ماما، انت بكره ماما بدي اخد نورهان الساعه 9 وديها الكوافير يا ماما، وعشان افطر واجي اخد نورهان يا ماما. مش في بالي خالص يعني، ولا ايه خالص. احنا عمرنا ما شفنا الحاجات دي ولا ايه ده. انت كنت بتجهزي النورهان وجهزتي؟ الله ده احنا ودينا جهازها كله فرشناه هناك، فرشينها سريرها فرشه كله هناك، عاملها كعكها وحيتها كلتها ما هو شايف، وتفورها وبسكوتها وفركت حيتها اصلا، فركت حيتها كلتها. وعشاها كان في العربيه مش نزلوا غير واحد كان قاعد لنا ان هو النجار. احنا سيبنا العربيه زي ما هي عشان نفطر، احنا كان المغرب اكتر نص ساعه. حسبي الله ونعم الوكيل. لاحظتي اي حاجه عليهم في علاقتهم مع بعض الفتره الاخيره؟ لا 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 مفيش، حالتنا شكل عاديه بينها وبينه، عايزين ناجل، لا مش متفاهمين، هو يقول مش متفاهم سوا، يرجعوا ايه يا نورهان؟ ايه يا نور؟ هو بقول لها يا نور، ايه يا نور؟ انا بهزر معاك، انت اخذت كل الحاجات يا نور؟ حابه صراحه ما توصل بيها بالتليفون، ايه يا نور؟ بتقول لي خلاص يا ماما مفيش حاجه، وبتضحك وبتكركر وعمال تجري حواليه ولابسه ومظبطه ومستنيه على جيته وبتجري وراه. يعني مش تفطر روح حتى عشان تشوف هو عاوز ايه الاول، يقوم يقتلها بجازتها، هي مجهزه له فطور وتفطره، يقوم يعمل فاكره مش عاوزها تسيبها لي، سيبها لي، سيبها لامها، سيبها لابوها، ما تعملش فينا كده. احنا ضحيه العيد كده بنتي كده، ضحيه العيد ليه؟ طب عملنا فيك ايه احنا؟ طيب عملنا فيك ايه احنا؟ قلنا انا عاوزه افهمه كده وجاب له وكده وجاب الاهل، احنا عملنا فيك ايه؟ طيب انت مش عاوزها تسيبها لابو، سيبها لينا احنا بنتنا، ضلانا حتى من كبدنا من جوه، انت مش تعرف النار اللي في قلوبنا على بيت تجدي، فشيلها السرير بتاعها حطت دي حطت في التراب، حطت في التراب. طب ليه عملت فيه؟ انا عايز اساله كده، بسال بناء اهله هي عملت فيه. عايز انزفها على الجبال، انزفها على الجبال، ده فرق احنا الصبح بس والله انا مش قادره. نورهان نورهان كانت بالنسبه لك يعني نورهان دي نور حياتي كليتها، نور حياتي كليتها، نور خلاص خلاص. ادب واحترام، صلاه، عباده، سنين وخمس بتصوموا، يعني مش هقول لك انا في المصحف، ما كل ما صليت كده حتى المصحف بجرسها، بجرسها المصحف، كل ما تختم الصلاه تختمه بالمصحف، ما تسيبش ولا فرض. كان في الامتحانات هي صايمه، اقول لها يا ماما انت في الامتحانات صايمه يا نور؟ تقول لها يا ماما يعني هي دايما كانت محافظه على البرود، ولا تسيبش ولا فرض، ولا فرض، ولا فرض، تسيبه ولا فرض، وما لهاش دعوه ما تطلعش تسال على اي حد في الشارع. من دراستها لا درسها للبيت، ما تطلعش من البيت، وحاضر نعم احترام ادب ما فيش بعد كده. احنا يعني افتدكنا، مش هقول لك روحنا راحت، روحنا راحت ورا بنتنا دي. طب يا عم هتفك ايه؟ طيب سيبها لينا، تعالى قول يا عم علي مش عايز بنتك،
هو كان بيحب واحدة من أخ كاسم من جانبهم، كان مش عاوز بنتك. يعني هو لو مرغم عليها ما بيسيبها. سيبها سيبها، أبوك غصبك عن تاخد دية، سيبها. تعالى إن إحنا قلنا أنا مش عاوز نور. يعني والله لو قلت الفرش، يعني رحت له يوم ما كنا بنفرش في الجهاز قلت له أنت بس معاك بتقول لنورهان إحنا مش متفاهمين سوا ومش عارف الفرش عندك أنا كده بدعين أمك، وإن كنت مش عاوز نور قول لي مش عاوز. قال لي يا ماما أنت بتقول إيه يا ماما؟ نور دي في قلبي من جوه ونور دي في حتة من كبدي من جوه، وأنا بفرش في الفرش بتاعه هناك، في فرش جهازي أنا موديه هناك. هو اللي بيقول انا خدته قلت له يابا انت سمعاك وتقول لنا نورهان ده النهارده هنجيب امبارح ولا اول امبارح، احنا مش متفقين سوا عايزين ناجل الفرح ومش عارف ايه. ممكن في بينك وبين بنتنا حاجه يابا مش عاوزها. اقول مش عاوزها يا ماما. لا اني انت زي احمد ومحمد ولادي زيهم بالظبط. خليك معايا اقول لا انت مش كنت عاوزها خلاص. انا هقول مش هنفركش ومش هنقول احنا مش مستعد اللي جاي، احنا اللي قلنا والجهاز عندك اهو يا عم. قال لي انت بتقول ايه يا ماما؟ انت بتقول ايه يا ماما؟ انا اللي بحبها والنور عيني من جوه واني. طب ليه؟ طب ليه طب ليه؟ طيب ماشي. يعني هي اخر حاجه كان بينكم انه كلام اضافي؟ هي كل الحكايه يوم ما اقول لك يوم اللي بتاع واخر حكايه انا كلمتها كنت رايحه اجيب لها عشان الفجوس، وجيت كان عم اتكلم فينا هنا وترص الحاجه حوالينا وتكلم فينا مفيش اي حاجه وبتضحك حوالينا وعم تخدم معانا بتضحك حوالينا مفيش اي حاجه. بعد كده خلاص لغايه ما ميته شلناها مربعه حطيناها في العربيه، وجا بعد كده شلناها طلعناها على الدكتور على بص على دينا كده مش طلعت عند الدكتور نفكيات على عندها لا على دينا كنا شيلنا كده خلاص هنشيلها عادي كده. وبرده نفس الحوار في المستشفى كنا منزلينها كده برده. بعد كده المستشفى جه احنا مش لنا تصرف فيها تروح مركز السموم في الزجازيق. وبصت قبل هي متت قبل هي متت في الاسعاف قبل في الاسعاف قبل هي خشنا بخش بها على هي بعد كده خدوها ابوها راح عشان الواحد انا في فجوس هنا سالنا امين الشرطه ايه اللي عامل فيها كده. قلت له خطيبها يا خطيبها هو اللي سممها بس خطيبها هو اللي سممها كتب وخد اسمه. يعني هم لو اجوا ليلتها كان لقوا مثلا ترجيع بتاعها لقوا الكوبايه كان لقوا حاجه لحد الوقت ما حدش جنها. هي حصل لها العسل ده وهو كان موجود اوكتيل المغص امال كان موجود؟ ما هو مش بقول لك كان قاعد معها في المنظره وكان موجود وسابها ومشي واحنا ما نعرفش حاجه هنا قاعد مش عارف حاجه يعني ما تفاعلش معاها وما قالش ايه اللي حصل شحجونا يا ناس. لا 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 سابها ومشي ده اختها بتقول لها الصغيره بتقول لها حتى يا ماما انا هذا اللي قلت لها فيه انا بنتي مر فيه جت اختي تعبانه قوي ورا هي جت لها حبه شاي من امك من ماما جت حبه شاي جت اختي بتراجع يمكن صايمه وكده مطرح الصيام وكده يعني ما خدتش ويتلخت لها نعمل هنا ودته لها وهي عملت نصف لمومه. رجعت ثاني جت هذه يا ماما نورهان بترجع والسيد اللي مش عنده ده سابها ومشي. بتقولي ايه يا مرتنا؟ جت والله يا ماما قلت لها الهديني يا ماما خلاص يا ماما الهديني يا ماما خلاص يا ماما. هو فرق عليها بكره يعني سابها ومشي. ومكتوب كتاب من اول رمضان انا عايز انه في جراس لغايه ما تموت خالص. هو ضن وراها لما شطب عليها خالص بس خشف عليها من خوف ما لقيتش لا خلاص. انت بتطلب ايه؟ بالعداله زي ما بالقصاص زي ما هو عمل فيها كده يتعامل في كده. مش عايزه اكتر من كده. ابو نورهان طيب يعني هو لما تقدم لها طبعا يعني قدم لها تقدم عادي وناس محترمين وما شفناش منهم اي دخل خالص نهائي وما كان في اي مشاكل وناس كويسه وناس 100% وكانوا حلوين خالص نهائي معانا واحنا حلوين معاهم وعزايم ونروح حداهم ويجوا حدانا وما فيش اي مشاكل خالص نهائي. والولا حتى قال عايزين نكتب كتاب او عايزين نقرا فاتحه انا نقرا فاتحه وبتاع. قلت لا اما يجي الولا مره واثنين وثلاثه وخمسه كمان احنا قبل كده عارفين بعضنا وتعرف على البنت اكتر وبعد كده نقرا فاتحه مش في مشاكل احنا مش غرب عن بعضين. فيجي الولد مره واثنين وثلاثه هو وابوه وامه واخواته واجوا هنا وقعدوا حدانا وانعزموا حدانا هو حتى اتعزموا في رمضان مرتين. وبعد رمضان قال عايزين نكتب كتاب. قلت له نكتب كتاب يا عم ايه المشكله؟ في رمضان كتبنا الكتاب بتاع البنت كتاب رسمي طبعا. كان رحنا المستشفى عشان نطلع او اسمها ديت نطلع الشهاده الصحيه وطلعنا شهاده صحتها. كان يوم رحنا يوم سنه مية كان الشهاده كتبنا الكتاب بالظبط. كتبنا كتاب البنت وبتاع وما كانش فيه اي مشاكل خالص نهائي والولا عايز البنت والبنت بتحب الولا وكانت الامور طبيعيه خالص نهائي. ف بنروح ونيجي على بعض عادي. فكان ابوه كان بيحكي لي على اللي حصل بين المره الاولانيه كان هو متجوز قبل كده مره وبتاع قال عشان ما حدش يلعب في راسك وبفهمك وكل حاجه ان كان دي ابني متجوز مره قبل كده وحصلت كان مره بتسرق وطلقناه يعني
لا ما لا نهايه الحوار بتاعهم. فاحنا جينا خطبنا برضو الناس جيراننا، فحصل برضو اختلافات بيني وبين ام البنت العروسه، وحصل اختلافات وسبنا المشكله. فجاء ابن عمته يبقى واخد اخت ثاني، ابن عمته هو واخد اخت ثاني، جابوا لبنتي قال بنتي عن ضماني وناس محترمين وانا سابق قبل كده من زمان من 50 60 سنه وانا اعرفهم كويس، والبنت لو فيها اي خلل عندني وكده وبتاع. فهي سال يعتبر اخت مرات ابنه جار من في البيت اللي في الوش ده على طول، سالهم قام قال البنت دي تكبر رزقك لو خدت البنت دي بتصير له عارف ربنا وما بتطلعش الشارع ولا بتشوف ولا بتمسك تليفون ولا بتكلم حد، وخدها عن ضماني يا عمي. اعتبر عمها برضو عمها ابن عم ابوها، واخد اختها الثانيه برضو يعني قال عن ضماني خد البنت والبنت كويسه، وسالين علينا واحنا سالنا عليهم برضو الناس كويسين ومش فيهم اي خالص نهائي. وبناء على لما كتب الكتاب وبتاع قصه من ديت، فبتكلم مره مع التليفون مع البنت، هي بتكلم في البنت وبتاع، فحصل في حوار في مكالمه عنده بتكلم في التليفون معاه، فبتقول له مين دي يا سيد؟ قام قال لها التليفون ما اعرفش رقمه. مين دي يا سيد؟ لا ما اعرفش رقمه. طب خدي كلميه. قامت اتضحت بنت بتقول انا كنت بحب السيد وعزاه وكان على علاقه مع السيد وقصه من ديت. طب خلاص البنت لما قالت لي روح اجيب ابوه، قلت يا عم نفك القصه ديت وروح اشوف مصلحته، لما ابنك بعلاقه مع واحده ثانيه جت تخطب بنتي ليه؟ الكلام ده ما ينفعش، احنا حدا يصير لنا مش ينفع الكلام ده، واحنا بوضع عصر وانت عارف نظامنا ما ينفعش. المهم جاب الولا المغرب وجاب ام وجاب اخواته البنات وجاب اخواته الاولاد وماسك الولا وبتاع، قام قال ده البنت دي فاشله وهي بتتلزق فينا واحنا سايبينها من زمان، والحوار ده مش لازم لنا خالص نهائي والحوار انتهى على كده. الكلام ده من ثلاث شهور فاتوا انتهى لنا خلاص نهائي، والولد كان بيضحك مع البنت وفي ما فيش اي حاجه خالص نهائي، لغايه ما يوم الوقفه بالظبط احنا جايين كنا بنجيب لها طلبات انا وامها من فابوس وعمها وخالتها قبل المغرب زي الوقت كده بساعه، لقيت البنت بتتصل بيا يا بابا السيد ضرب عليا بيقول انا حاجه افطر معاكم. فعمها خالتها اللي قاعده دي جوه ديت قالت له في واحد بيضرب على واحد قبل المغرب ساعه يقول افطر معاك، ده عريس حتى النفر يجهز. وقال يا ستي احنا كده كده عاملين ايه؟ عاملين فطار ومجهزين فطار عشان احنا صايمين كل هيتنا، عاملين فراخ مشويه وبتاع وطبخين مكرونه بالبشاميل وطبخين الباميه والملوخيه وكده وبتاع، وهجيب لهم سمك وانا جاي واجيب عيش ابيض عشان نتعشى عشان خاطر ايه؟ خطيب البنت جاي. ابو ضرب عليا في السكه وانا جاي انت عازم على السيد النهارده؟ قلت له اشمعنى؟ قام قاصر عم قام على عازم عليا. قلت اعتبر هقول مش جاي اعتبر عازم عليه يعني ايه المشكله يعني؟ قام قلت مش بتعزم علي ليه معايا؟ قلت يا عم يا مرحبا بيك انت واللي معايا كل اللي تحبه هات وتعالى الخير كثير والخير يوكل الف نفر تعالى يا عم. المهم قال لا طب انا عندي ظروف وبتاع وفي ناس جايين وبتاع مش عارف اجي. طب كفايه عليك السيد النهارده فطروا وبعثوا لي على طول وقصه من دي ماشي. المهم جاء السيد فطر معانا انا قاعدين انا جيت هو طبعا انا جاي من فجوس تاخرنا بعد المغرب بتاع حوالي نص ساعه عبالنا ما طلعنا فوق زحمه كان يوم الثلاثاء يوم الوقفه. فعبال ما طلعنا من الفوز بتاعه وصلنا السماء مزجان السحاره كان المغرب ادى علينا مزجان السحاره وصلنا كده نهوت البيت ضربت عليه مرتين يا بابا السيد قاعد في البيت. قلت لها يا بابا احنا داخلين على سوق الاربع في المحطه جهز الفاتوره عبال ما اركب العربيه. قلت عبال لما نوصل كنت جهزت الصينيه يا بابا جهزت الصينيه وصلنا نهوت البيت دي بتكمل في الصينيه وهو قاعد جنب ابني نهوت. فابني قاعد جنبي قلت له والله انت قاعد جنبي يا ابني اقعد نهوت وهات نسيبك اقعد جنب ابني نهوت. ورحت حاطط قدام منه ورك وكتف نهوت قدام منه وقعد يا ابو حبيبي كله هو جنبي ماسك المعلقه هو كده وعمال يضرب في الملوخيه كده واكل كده بيد واحد عمل زي يكون واحد باكل في حاجه واكل كده وقاعد مشمر ريد البنطلون كده وريد ثانيه كامله زي كده وقاعد يعني بنظر الولا لو قلت يمكن مرتبك بشويه عشان خاطر بكره الحنه بتاعته وبدي جاز عروسه وده الكوفير ونبع على العربيات والى اخره يعني عريس ومرتبك وقصه دي شويه. المهم ايه قال لي يا معلم انا نزلك هروح اقعد مع خطيبتي شويه. طبعا خطيبته لسه جوه بتجهز لنا في الاكل ميه شرب عصير بتاع قصه من ديت. فطبعا ايه امها قالت لها خلي نور تفطر مع اخواتها هنا لسه ما كملناش فطور الاخوات لسه ما فطروش هي ما تفطرش معانا محروجه من خطيبه وبتاع بتحرج من حد يبقى غريب وبتحب تخدم لما تخلص الفطور كده وبتاع. المهم قال لا لا خمس دقائق يا حماتي انا هقعد معاها خمس دقائق يا ماما بس هقعد معاها كلمتين اثنين وهظبط معاها وحليش كلمتين اثنين بس خمس دقائق. المهم قعدوا هناك شفت البيت جاي عليا اخذت كوبايه عصير من الدرج اللي جنب منا عصير مانجا وراحت ايه هناك البنت بتشيل الصينيه بتاعت الاكل راحت عليهم وهو ماسك الصينيه وعم كوبايه العصير وعمال يهزر معاها وبيضحكوا سوا. رجع تاني ودي الصينيه ورجع تاني لقيتهم عمال يضحكوا سوا.
فانكسرت ترجع ثاني، راحت قاعده معانا نوت الكسر بطيخ وبتاع، وقلت حطيه في الفريزر عبال لما ايه خطيب اخوتي يجي يبقى ياكل معانا يا بابا. قالت ماشي. فاما قالت للبنت ايه خدت كوبايه العصير، والبنت هو كان مدي التليفون اول ما يجي، مش كنا احنا موجودين هنا، كان مدي التليفون للبنت الكبيره تحطه في النوم حدنا هنا، مع ان المنظره دي فيها اكثر من حوالي 10 12 فيشه يعتبر. حط التليفون يا صلاه والنبي فين فهنا وجوه في الشحن. اول مره اشوف الشحن معاه دوت خالص، هو التليفون بيجي معاه كل مره، بس اول مره اشوف ان هو يجيب شحن تليفون معاه وهو مش عارف الغرض ايه، مش عارف بالظبط. يعني دي حاجات انا ما فكرتش فيها لما بعد البنت ماتت. طب اشمعنى كان جاب التليفون معاه واشمعنى جاي احطه في وسط النوم، مع ان المنظره اللي قاعد فيها فيها اكثر من حوالي 15 فيشه، ده منظر مضيف والمضيفه كل المترين فيها فيش، يمكن انت كنت شايف المنظر هتشوف الصور الوقت. طبعا قال البنت راحت التليفون العروسه وفيها كوبات العصير، هي تاخد التليفون راحت على كده. احنا مش بنناقش البنت ديت، لو هو هي بتطلب من بنتها الصغيره هات الشوك عشان خطيب اختك ياكل معنا بطيخ، راحت تجيب الشوك البنت لقت اختها بترجع وماسكه في الامان عماله تبص فيها. ملكي يا نور، ملكي يا نور، جابت بطني بتقطع من جوه مغص، هاتي لي كوبايه شاي من امك وهاتي لي عود نعناع، اصل بطني بتمغص جامد جوه. طبعا هي تاخد كوبايه نعناع، هو يجي في الحته دي بقى يا ماما انا ظبطت لك النور، قلت لها ما تمشيش لما تفطري، مش تمشي خالص لما تفطري، يعني كانت متعوده تطلع ورا طبعا، قالت لها تطلع من هنا خالص لما تفطري يا ماما. قالت له ماشي. طبعا هو قال انا قلت لها كده وقعدت، هي سمعت كلامه وقعدت ماما، وبكلم في حماتها في حماتها طبعا. فقلت طبعا سيت على كل بطيخ، قام راح رجع تاني من الطرقه، في البنت راحت تجيب الشوك وما شافش البنت وهي طالعه، اتفاجئ البنت داخله عليه وهو بيجيب بكلمها لفوق راسها، بتطمن هي خلاص البنت خلصت او ماتت او ما عادش حد هيفهم منها اي حاجه. فلقي البنت داخله عليهم، قال انا مش قلت لك افطري يا نور، انا مش قلت لك افطري، مش تسمع الكلام ليه؟ هو ايوه بقول ليه؟ عبال لما البيت اجت هنا تاني علينا، كان هو كلمتين معايا، انا بكلم في التليفون، راح بكلم ابويا اتكلم معايا ان هذه يا ماما اختي بترجع تعبانه، عبال لما ماما راحت وبتاع كان هو خلى المكنه وقام في الدنيا. كلمتين بالتليفون، طب هو اتكلم هو، طب اقعد يا ابني جبت تسريحه من ابوك تقعد معاه حتى تشرب الشاي او تاكل بطيخ، قام قال لها معلش راح عند عمامي وعم جدي عيان بدي اروح اشوف. هو حتى ما ابويا شافها يا حبيبي اقعد يا حبيبي. ايوه البيت شايفاهم هم الاثنين مع بعض، هو شافها قدامه ما وقفش بقى. طبعا كده هو راح ماشي، ما فيش ثلاث دقائق او دقيقتين عبال لما المره شالت البنت اللي كانت تعبت معاش كده شيلها دقيقتين يعتبر، راحت البنت صرخت هذه العربيه، رجعت العربيه، حتى النجار كان قاعد معايا نوت نزل القفصه والطماطم والحاجه من العربيه وهو ذاك قام في يا اخي ما فيش ثلاث دقائق كان هو وصل يمكن السوق بالمكنه والبنت واحنا ورا منه. احنا وصلنا المحطه راح ضرب على البنت في البيت نوت، فبقى يعني استمان البنت ماتت ولا لسه؟ انت عامله ايه يا نور قلبي يا حياه نوري، عامله ايه عامله يا نور؟ هو اللي بيتصل، هو اللي بيتصل بالصمان البنت بقى ماتت ولا لسه، ولا رحنا فين او ما رحناش فين، او شوف الدنيا راحت فين. قام قلت نور يا سيد انت سبت نور يا سيد، انت كنت واقف فوق راسه وهي بترجع سبتها ومشيت هنت عليك، بكلم في التليفون حتى لو سحبت المكالمه اي اختها جت هنت عليك، ما هي احنا كنا في المستشفى الساعه دي احنا خدناها ومشينا، كان لسه ما انتهاش احنا خدناها ومشينا. طبعا ايه جت هي هنت عليك سبتها ومشيت، طبعا خلاص هنت عليك وراحت قافله التليفون واحنا ما شفناش على كده. البنت وانا ماشي في الطريق يا بنتي سدك حاجه يا بنتي شربك حاجه اكلك حاجه، انضي يا نور انت هتموتي وبسيرك معاك يا نور، انضي يا نور ريحه بك حاجه شينا يا نور ريحتها سامه ريحتها ايه. قام قال عملت كده يعني سدك اي حاجه، عملت كده بس مش اكثر من انت بتسالها بتقول لها السيد سدك حاجه هزت راسها بس ما اتكلمتش لان هي ما كانش قادره تتكلم اصلا، اكثر ما عادش شايفه خالص خلاص يعتبر هي في ايه. عبال لما وصلت المستشفى بيها حولها على مركز سموم في الزجازيق، عبال لما وصلنا الزجازيق فيه راحت تصير اللي طلع منها. قبل هي توفت عملت في الطريق قبل الزجازيق عملت محضر انت كده؟ انا طبعا جيت اعمل محضر هنا في المركز، امين الشرطه قطع المحضر اللي هو يعني انت عملت المحضر انت بعد كده اتهمت السيد في المحضر؟ اتهمنا السيد في النيابه اتهمنا المحضر في النيابه السيد ان هو عمل ان هو اللي سمى البنت وكده، لان طبعا كل الادله وكل يعني المناظر انت الكلام اللي انت قلته ده كله قلته في النيابه؟ في النيابه ايوه، كل اللي انت سمعته كان قال في النيابه. اتهمت السيد طبعا في المحضر الرسمي. اتهم على المحضر الرسمي في النيابه ان هو اللي سبب في وفاه البنت. بالظبط. طب انت بتطالب ايه؟ انا بطالب بقصاص حق البنت زي ما انا عمل فيها زي ما عمل فيها، انا عايز قصاص. طبعا احنا بلد عداله بلد حكم بلد عداله، عايز العداله في القصاص في الولد دوت اللي هو ليله فرحها يوم عيد
يوم ما هي بتجهز الفطار ايه البشاعه وال... وعمل كده ليه؟ طيب طب ما كان سابها ومشي، كان سابها وهرب يعني، سيبها ليه؟ طيب ايه سبب الدافع يعني؟ مش عايزه كان سابها، لو مش سابها او مغصوب عليها او ابوه غصب عليها وهو بيحب واحده ثانيه، كان ساب البنت دي، كان سابها لينا احنا، كان عايز الفرش مبروك عليه الفرش بعد ما راح الفرش يعني، مثلا الفرش مبروك عليه، حتى عمها جاي يقول احنا حضرتك انت الصيغه واحنا حضرنا الفرش، فرش ايه وبتاع، انا بدور على حاج بنتي وتدور على الفرش، واحده ماتت انت بتدور لها على فرش وصيغه ذهب ايه وفين صيغه ايه وبتاع حزن اسود ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مشاهدين